أهلا بيكو. النهاردة بنتكلم عن موضوع اختيار الكليات وتطوير كليات الحقوق في مصر. هل كلية الحقوق من وجهة نظركم ممكن تبقى من كليات القمة، ولا هتفضل على حالها اللي احنا عارفينه في مصر لغاية دلوقتي؟ أولا بالنسبة لاختيار الكليات، احنا لازم فكرنا يتغير عن التابو اللي موجود ده. يعني مش بس كليات القمة هي الكليات اللي نأمل ان ولادنا يدخلوها. يعني انا بوجه كلامي النهاردة للطلبة وفي نفس الوقت لأولياء الأمور. يعني انا أذكر جيدا أحد طلابي في كلية الحقوق، هو ما كانش عايز يدخل حقوق خالص. هو بيرسم كويس جدا، يعني انا فاكره كويس في احدى المحاضرات قلت له وريني كده انت بتعمل ايه، انا فاكره بيكتب. يعني طلع بيرسم ورسمه بصراحه اللي هو الرسم الكاريكاتير النادر، يعني مش موجود، مش كتير في مصر بيرسموا كاريكاتير كويس. هو موهوب. قلت له طب ما دخلتش ليه فنون تطبيقيه، فنون جميله، او اي كليه يعني تثقل مهاراتك دي، تثقل موهبتك. هو اهله طبعا بالنسبه لهم مش عايزينه ابدا يطلع رسام، رغم ان فكره انه يطلع رسام او فنان كبير، يعني ممكن في يوم من الايام نشوفه محمود مختار التاني، يعني نشوفه فنان مهم، وخصوصا انه هيثقل موهبته دي بعلم. يعني في فرق كبير بين الكونيسانس اللي هي المعارف والكومبيتانس اللي هي المهارات. هو ده عنده مهارة، لو أثقلها بعلم ومعرفة هتبقى حاجة جميلة جدا، وخصوصا ان هو ما كانش حابب كلية الحقوق فما كانش متفوق فيها. فلازم علشان نختار الكليات نكون بادئ ذي بدء بتتوافق مع مهاراتنا. وتاني حاجة برضو لازم ناخدها في الاعتبار، واتقالت لي من احد الاساتذة في فرنسا، ان احسن شغل اللي يتوافق مع مهاراتنا، يعني يكون بنحب يعني عندنا مهارة وبنحب الشغل فيتحقق الهدف. طبعا احنا عندنا مقولة هنا، حب ما تعمل كي تعمل ما تحب، يعني هي مقولة محل نظر ممكن نبدأ بيها، لكن هو المبتغى الأخير في النهاية أحسن حاجة إن يبقى عندي مهارة وأثقلها بعلم وأكون حابة اللي أنا العمل اللي أنا بشتغل فيه. فدي أهم المعايير اللي لازم ناخدها في الاعتبار وإحنا بنختار كلياتنا، وخصوصا ان مصر دلوقتي فتحت جامعات اهليه كتير، فتحت جامعات خاصه مختلفه، وفكره القمه نفسها بقت محل نظر. يعني ما بقاش بس الطب وهندسه هم اللي في الصداره، كليات زي كليات الذكاء الاصطناعي بقت في الصداره، كليات زي الفضاء بقت في الصدارة، كليات زي الخدمات أو الرعاية الطبية، يعني الرعاية أو المساعدة الطبية للدكاترة زي التمريض وخلافه، دي بقت في الصدارة. فالأسس اللي احنا شفناها خلال السنين اللي فاتت دي ابتدت تتغير، ما بقتش الموجودة لحد دلوقتي. فلازم ان احنا نواكب العصر، واحنا بننصح أولادنا نوجههم للمجالات اللي هيلاقوا فيها سوق عمل يكونوا مبدئيا بيحبوها او عندهم ميول لها، وفي نفس الوقت يكون اختيار عملي يقدروا يلاقوا فيه شغل في المستقبل. طيب السؤال دلوقتي، هل كليات الحقوق ممكن نشوفها قريبا بعد سنوات من كليات القمة؟ هي كليات الحقوق طبعا من كل يعني كلية العظماء. وليه كلية العظماء وإيه اللي حصل فيها في مصر؟ كلية العظماء عشان حاجتين. كلية حقوق بتعلم حاجتين مهمين جدا لازم طالب حقوق يكون خارج بيهم. أولا بتعلم المنطق، لأن كلية الحقوق دي القانون عموما هي مقدمات تؤدي إلى نتائج من العام للخاص، بما إن وإذا، يبقى هي مقدمات تؤدي إلى نتائج. بتعلمنا رقم واحد المنطق، وبتثقلنا رقم اتنين بمهارة إضافية وهي الإقناع. هي بتدينا حد أدنى من الثقافة القانونية. مش هقول إن الكلية أو أي كلية هتديك الثقافة الجامعة والمانعة، مفيش كده. هي كليات بتديك بداية
أو الحد الأدنى للمعارف اللي يجب اكتسابها في التخصص ده. وإذا كلية الحقوق بتعطي حاجتين مهمين جدا، المنطق وفن الإقناع أو المهارة نفسها. فدلوقتي لما نيجي نتكلم عن كلية الحقوق، في حاجات مهمة جدا أنا شفتها في فرنسا، زي مثلا إن في معاهد أو 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 مدارس سنتين بس بتؤهل لبعض التخصصات المعينة، زي السكرتارية القانونية، زي الحاجب اللي في المحكمة، زي الكاتب اللي في المحكمة. ما هو أنا ما بقاش أبدا عايز أطلع مثلا سكرتارية قانونية مثلا، ده محتاجين أرشفة، ده ما بنعطيهاش في كلية الحقوق. محتاجين ياخد علوم سكرتارية، ما بتعطاش في كلية حقوق. فكل تخصص، يعني احنا بندعو ان يبقى فيه تخصصية في تناول التدريس نفسه، في المعلومة نفسها. يعني مثلا ممكن جدا نعمل هي ماركت، يعني هي دايما بنفكر ايه ما بين المانجمنت والقانون، ازاي ما بين الماركت، ما بين الإدارة والقانون. انا دلوقتي عايزة اخرج مثلا 5000 محامي، عايز اخرج 2000 حاجب محكمة، عايز ده محتاج ايه وده محتاج ايه وده محتاج ايه، كل واحد فيهم تأهيله مختلف عن التاني. يعني المحامي مثلا انا لازم اعطيه اكتر لغة عربية، لازم اعطيه اكتر بلاغة، لازم اعطيه اكتر نحو، اعراب، صرف، خطابة. يبقى كل تأهيل، كل مهنة هتتخرج من كلية الحقوق لها تأهيل معين. وممكن نقسم السيكتورز دي، يعني نقسم المجالات دي، مجال ممكن يحتاج سنتين، مجال يحتاج ثلاثة، مجال يحتاج تأهيل 4 سنين، وهكذا. فنخفف الضغط على كليات الحقوق. فأنا عايزة نعرف رأيكم، عايزين نعرف رأيكم في الكومنتات، هل أنتم مع موافقين أن كليات الحقوق تبقى من كليات القمة أو لا؟